خلاص اللي هو الفرار فقط لا غير. خلاص حاله عضو النقابه محمد رمضان الى التحقيق. هو انا دكتور احنا لسه ما ظبطناش حالنا. ظبطوا وقولوا بيظبطوا تمام التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار الاتحاد العام للنقابات الفنيه لحاله عضو نقابه اللجنه التمثيليه محمد رمضان الى التحقيق لمعرفه لجنه مشكله من الاتحاد العام للنقابات الفنيه على ان يكون التحقيق لحد اقصى الاسبوع الاول من شهر ديسمبر لوجوده خارج البلاد مع ايقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق. شكرا. Thank you.